عيني تبوح بموكب من أمنيات ورؤايا تسكب في يدي وهج الحياة يا رب أنت وهبتني حلو الهبات ساحوك آمالي نورا بيد وذات يا همسة في الروح يا بوح البنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي المتعاونات أيها الإخوة والأخوات، التعاون في ديننا عبادة، وهو في المجتمع البشري قيمة، وفي العرف الاجتماعي مروءة، ولكل فرد حاجة، نعم حاجة يلبيها وتلبى له. ومن أجمل صور التعاون فرق التطوع التي برزت في بلادنا لتؤكد نبل الجذور وتعزز انبثاقات الأغصان والأزهار والأثمار التي نراها تزهو هنا وهناك. التعاون ضرورة بشرية لا يمكن أن يستغنى عنها أبداً، بها تنهض الأمم وتتقدم المجتمعات وتكتمل التنمية، وبدون التعاون تضمحل الموارد وتتشتت الجهود ويغيب الهدف العام، ولا يبقى سوى صوت الأنانية والأهداف الشخصية. وما رأيته من كنا فرق التطوع البناتية في بلادنا مثال رائع يا بطلات التعاون في ميدان التنافس الشريف في بحبوحة بوح البنات. يا همسة في الروح يا بوح البنات. منذ الصغر حب التعاون على الخير، به ينجز الطريق الطويل وتمهد الحياة، تستوي فتصبح أبسط وذات معنى، يزرع فينا نطق الكلام الطيب، فضل الأثر ننشأ في مملكتنا على قصص الخلفاء الراشدين وسعيهم للنهضة بالأمة. فلنسعى إذن، مؤلم أن ننشأ على هذا وننسى ما نشأنا عليه، فنكون ممن يخالفون ويفسدون ثم ينظرون للأشياء من حولهم بتهاون وهم لا يدركون التبعات. نحن من خلق فينا يا صديقة منذ أن نشأنا أن العزة لا تكون إلا بالدين، صفات كثيرة كنا نتمثلها ونتحلى بها، نطيع ونحسن، نقدم المعروف، فطرة فينا لا ادعاء. فما الذي يحدث للمجتمع كلما تقدم؟ لماذا نجهض ما اكتسبناه ونلبس ثوبا لا يشبه ديننا وعاداتنا؟ يوما سنغلق للغرب نوافذنا وأسماعنا، سننهض بإسلامنا، سيعود مجدنا، سنشيد ما كان فينا ومضى، لن نميل، سنبقى غرباء وسنرتقي بديننا بتعاوننا وتكاتفنا. فشعارنا وتعاونوا على البر والتقوى. همسة في الروح يا بوح البنات. حياكم الله بناتي، حيا الله الإخوة والأخوات الذين يسمعوننا في هذا اللقاء الخاص بقضية بشرية كلنا نحتاج إليها، ما في أحد منا إلا ويحتاج إلى التعاون، أن يتعاون الآخرون معه. ثانيا، الناس أصلا للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، فالكبير يخدم الصغير والصغير يخدم الكبير، والغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني، وكل منهما محتاج إلى الآخر. قضية بشرية لا يمكن الاستغناء عنها، لكن الشعور بها أمر مهم جدا. فهناك من هو إنسان قلبه جمعي، يعني دائما يحس بالناس الذين من حوله ويعيش جزء من حياته لنفسه والجزء الكبير من حياته للآخرين، وهذا الذي يعيشه للآخرين بالمناسبة هو يعيش لنفسه أيضا، لأنه يرجو وجه الله عز وجل ويرجو أن يعود نفعه عليه في الآخرة كما يعود عليه نفعه بطبيعة الحال في الدنيا. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، أن كل ما نقدمه من الخير ونتعاون فيه من الخير مع الآخرين
ننتفع به حتى في الدنيا ونحن نرجو به وجه الله عز وجل. كان لابد من الاستطلاع وسؤال جمهورنا الكريم كعادة بوح البنات في كل حلقة سؤال مهم، هذا التعاون كيف يمكن أن يتحقق؟ هل نحتاج نحن إلى الأسرة لتغرس هذا المفهوم في نفوس أولادها؟ أم نحتاج إلى تعاون المجتمع بشكل عام على التوعية؟ أم نحتاج إلى مراكز متخصصة؟ هل نحتاج بعد هذا كله إلى عقوبات للمخالفين لهذا الأمر؟ نشاهد الآن على الشاشة، اشترك في هذا الاستطلاع أكثر من 900 شخص، 39% قالوا الأسرة، 44 قالوا تعاون المجتمع، أما مراكز المختصة فلم تحصل إلا على 4% فقط، والذين قالوا بالعقوبات الرسمية هم 13%. نعم هناك تزايد في عدد المشاركين إلى آخر لحظة الآن، لأن لا يزال على النت مفتوحا، ولكن النسبة لم تتغير، وهذا دليل واضح جدا على أن هذه النسبة تمثل آراء الذين يشاهدوننا ويتابعوننا، وهي تمثل حوالي 1000 شخص، يعني عدد يكفي لأن نقول أن هذا هو ما يمثل المجتمع كله. الأسرة هي في النهاية دائما تحمل، هي والإعلام الأثر الأكبر في أي قيمة من القيم، وهذه حقيقة قالت بها كل الدراسات، بل قالت بها الأديان قبل الدراسات. فالوالدان هم اللذان يغرسان الدين ويعلمان اللغة ويعلمان القيم والأخلاقيات والتفضيلات التي يحتاجها الإنسان في حياته، هذا أفضل من هذا، هذا أحسن من هذا، هذا حلو، هذا ليس جميلا، كله داخل الأسرة. لكن أيضا لا يمكن أن يكون في تعاون إلا إذا تعاون المجتمع، ولذلك جاءت قضية تعاون المجتمع كما رأيتم تأخذ هذه النسبة العالية التي هي هالمرة أعلى من الأسرة، مع أن الفارق قليل يعتبر، ولكن أقول الأسرة هي القيمة وهي الأساس في غرس هذه القيم، والذي يحصد هذه القيمة وأثر هذه القيمة الجميلة والرائعة هم المجتمع كله، ولا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحولت من قيمة مغروسة في الأسرة إلى قيمة ممارسة في المجتمع، ولذلك تساوت هاتان النسبتان. أما نحن نحتاج إلى مراكز مختصة فلتبقى 4%، يعني أن نقول نعم نحتاج إلى مراكز مختصة يكون دورها التنبيه، يمكن احتواء هذا التعاون، مجموعة من البرامج التي تحث الناس ويمكن أن تستوعب نشاطاتهم التي يتعاونون عليها، لا بد من هذا. لكن فعلا الذي أتعجب من هو الحاجة، حاجة الإنسان بطبيعته إلى أيضا أن يكون فيه عقوبات، وهذا أمر أيضا الله عز وجل أقام عليه الميزان، فهناك حسنات وهناك سيئات، الحسنات يجازي الله عز وجل عليها ومن فضله يباركها ويضاعفها، والسيئات إما أن يعفو عنها عز وجل وإما أن يعاقب عليها بمثلها، يعني السيئة بسيئة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وعدله عز وجل. وكذلك نحن في تصرفنا البشري ينبغي أيضا أن نأخذ بهذا الميزان الإلهي، فإذا هناك من يخطئ في هذا المجال ينبه ويعلم، فإن أبى فلا بأس أن يكون هناك عقوبات رسمية لمن يخترق هذا التعاون الإنساني والبشري بين الناس في أمور الحياة التي يحتاجون إليها جميعا. في المجتمع البناتي أكثر صورة وأكبر صورة وأهم صورة على الإطلاق للتعاون هي هذه الفرق التطوعية، والتي تخوض هذه المسابقة الجميلة بكنا عبر الجزيرة كلها ما شاء الله، ومملكتنا العربية السعودية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وكانت هي أيضا صورة من صور التنافس الشريف. نحن نجد الذي ينسحب وهو يقول أسأل الله أن يوفق البقية، والذي يستمر ويفوز وهو يحمد الله ويشكره فلا يبطر، وهو في الوقت نفسه يحقق صورا رائعة جدا للتعاون الذي يكون بين البنات، لأن يثمر في النهاية هذه الثمرات التي نشاهدها جميعا في شكل حملات، استطاعت هذه الحملات أن تتداخل مع نسيج المجتمع وأن تؤثر
في الشريحة المستهدفة وهي شريحة الفتيات، واستطاعت أيضا أن تجعل لها شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وهذا نجاح ليس قليلا وليس غريبا على بناتنا التي علمننا دائما أنهن قادرات على الإبداع وعلى الإثراء. الآن نشاهد هذه الأنشودة ونسمعها وهي قيمون لننهض بأمتنا، التطوعي هو الفريق الذي يهديها لنا. في الروح يا بروح البنات، بقلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون، مثل سحب الشوق طيرنا كالغمام، وبإبداع سعينا للأمام، ديننا دين الرقي والسلام، إننا قوم خلقنا قيمون، بقلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. يا جموع الناس قد آن الأوان، ابدعوا وأطلقوا كل العناد، بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيمون، بقلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون، كل قلب عاش لله سليم، يحفظ النفس بقرآن عظيم، ويؤدي سنة الهادي الكريم، إننا قوم خلقنا قيمون، بقلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علواً وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. فاطلبوا العلم فإنا مسلمين، وبدين الله دوماً عاملين، وعلى الحق سنبقى مخلصين، إننا قوم خلقنا قيمون. في الروح يا بروح البنات. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، لو ما عندنا إلا هذا الحديث لكفانا، فكيف وعندنا عدد كبير جدا من الأحاديث التي تحثنا على التعاون، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثال الحي والعظيم، حتى إن الجارية من المدينة تأخذ بيده إلى حاجتها في أي مكان من أماكن المدينة. وهذا الشافعي رضي الله تعالى عنه يشير إلى سورة العصر ويقول: لو لم ينزل الله عز وجل على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فسورة العصر ما هي؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل البشر في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو أيضا من التعاون على الحق والتعاون على الصبر. معنا الأستاذة الكريمة الأستاذة مريم علوش الحربي. السلام عليكم أستاذة مريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذة مريم، ماجستير عقيدة وفلسفة إسلامية، حياكم الله في بوح البنات. ونبدأ الحوار فورا حول قضية أهمية التعاون في المجتمع، خاصة من وجهة النظر النسائية، تفضلي. الحمد لله، الحمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. في هذا اللقاء أود أن أتوجه بشكر لقراءة المجلس للشيخ خالد الحليفي على ما يعطونه من وقتهم لفتياتنا المتطوعات والمتعاونات. أهمية التعاون أثره في المجتمع، اسمح لي أن أبدأ بأن خلق الله تعالى الناس خلقهم مختلفين في كل شيء، سواء في صفاتهم الجسدية أو الصفات الخلقية.
كما أنه عز وجل قد أعطى لكل إنسان من الناس هبة خاصة به نسميها في وقتنا الحاضر موهبة، ووزع الله هذه الهبات أو كما نقول نحن مواهب بين الناس بحكمته وعدله. أذكر قول جميل للشيخ محمد بن سلول الشعراوي، قال: الهبات وزعها الله تعالى بين عباده بشكل يلبي كافة الاحتياجات الضرورية منها كافة، فما يتقنه شخص معين لا يتقنه شخص آخر، فالرسام لا يتقن الطب، والطبيب ليس سباكا، والمهندس ليس لغويا، فليس كل شخص كالآخر في صفاته وما يمتلكه من مواهب وأمور مختلفة ومتنوعة. فالتعاون بين الناس ضروري حتى يستطيع قضاء حاجات بعضه من بعض. وما نراه من الفرق التطوعية من فتياتنا شيء يزعج الصدر، فهناك من تؤدي مع فريقها التطوعي الاحتياجات القيمية، وهناك من تؤدي الاحتياجات المادية، وهناك من تؤدي الاحتياجات التربوية، وهذه الفرق كلها تعمل بشكل جماعي منظم بما أمره الله عز وجل من الكتاب والسنة، وبما دعمت فيه حكومتنا الرشيدة. ونحن نعلم أن المملكة العربية السعودية في كل محفل وفي كل محفل رسمي تسعى إلى أن يكون العمل الجماعي هو العمل الذي مع العالم أجمع، فلا تنفرد بقرار ولا تنفرد، فليكن لنا أسوة حسنة في رسولنا عليه الصلاة والسلام وفي نهج دولتنا الغراء. أحسنتي. طيب ما يعني ماذا نستفيد نحن من العمل الجماعي؟ خلينا نفرق بين فتاة تعمل بطريقة فردية تبني نفسها وتحاول أنها وتقرأ وتجهز نفسها لتكون مؤثرة في المستقبل، وبين فتاة نشأت في جو من التعاون وفي جو حتى بناء شخصيتها تبني شخصيتها ضمن مجموعة وليست لوحدها. أنا أرى أن الفتاة التي تعمل بمنفردة هذه طاقات أوقيت لها ومواهب من الله عز وجل، ولكن سيكون دورها مقتصرة لعنى نفسها وأستطيع تسميتها صالحة. لكن الفتاة التي ستعمل مع نفسها وستعمل للمجتمع صالحة مصلحة. أحسنتي. فالصالحة طيب. صلاحها لنفسها، والمصلحة صلاحها لنفسها ولمجتمعها. نعم. أيضا طيب يمكن نصل إلى يعني سؤالنا الأخير، وهو كيف نزرع قيمة التعاون في بناتنا؟ كيف نزرع قيمة التعاون في بناتنا؟ مفهوم القيم عند الناس يرجع إلى منطق وشريعة كل إنسان في الحياة. نعم. فالإنسان أحيانا يسير بلا منطق، ولذلك واجه الكثير من المشاكل، فلا يصبح قادرا على إدارة حياته ولا على غرس القيم في نفوس من تحته. ويختلف العالم في فهم المنطق، فالحضارة الغربية وضعت الجمال قبل الحق وقبل كل شيء، فالجمال مقدم على ما سواه، ولذلك حدث هناك اضطراب كبير عند فتيات الغرب في هذا الفهم، فلم يعودوا قادرين على التعامل مع الحياة بشكل صحيح، ولم يستطيعوا التعامل مع أنفسهم بشكل صحيح. وحتى نفهم المنطق يجب أن نعلم أن هناك أربع قيم رئيسية. أيوة. هي الدين والأخلاق والمنطق والجمال. والقيم الدينية هي أسمى القيم للأمر التعاوني، ونستطيع غرسه من جهة الأهل بداية والإحساس في التربية. لذلك أنا أوجه رسالة لكل أم أن تحتوي من تحت يدها من الفتيات أو حتى من الأبناء. أي نعم. وتقوم بالإحساس في التربية، فليس كل من ربت وإنما من تربي من تحسن في التربية. أحسنت. ومن تتلمس المواهب عند الفتيات فتغرس فيها قيمة ماذا؟ قيمة التعاون، ولو بأبسط القيم وهي إماطة الأذى. فتاة في المتوسط، فتاة في الابتدائي ذهبت وجدت أخبرت أمها وجدنا وما وجدنا في الشارع، أمها توجهها بإماطة الأذى على تعاون من الفتاة وإن كانت صغيرة في السن من المجتمع الذي تعيش فيه بأنها تميط الأذى عن الطريق وهكذا. طيب ما الأثر اللي ممكن أن تترك هذه القيمة على نفس الفتاة على ذاتها؟ أتوقع أن لم يكون هناك مساحة كبيرة للأنانية، ولم يكون هناك مساحة كبيرة للوحدة، فالشيطان يقوى على ابن آدم في وحدته. ونحن يا شيخ خالد كما تعلم الآن مع فتياتنا يظل الخير فيهم، ولكن زرع القيم هذا شيء ليس بالسهل. والله أنا مفخر يا أستاذ مريم، أنا سعيد جدا اليوم كنت مع أحد المسؤولين وهو يعني فاجأني أنه يتابع هذه المسابقة، مسابقة بوح البنات، ويشيد بهذه الفرق التطوعية
وهو مسرور جدا منها، ويقول أنا أتمنى أن تستمر، يعني أن يكون لها أيضا أثر مستمر وليست فقط ضمن مسابقة تمشي وتنتهي. فبشرت الحمد لله هذه الفرق التطوعية من فضل الله، هي فرق ثابتة وكلها ولله الحمد مرتبطة بجهات رسمية، ولذلك المتوقع منها إن شاء الله أن تستمر في هذا الخير. كلمة أخيرة أستاذة مريم. الشكر يعني لقناة المجد، الشكر للشيخ خالد الحليبي، ونحن أيضا نتفق مع هذا الشخص ونقول ونشد على أيديكم بأن تستمروا في عطائكم وتستمروا في دعم هذه الفرق التي هي نواة مجتمعنا المسلم السعودي. شكرا جزيلا أستاذة مريم علوش الحربي، الماجستير في عقيدة في العقيدة وفلسفة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل للبوح الصحي ودكتورة فاطمة باء أخضر. يا همسة في الروح يا بوح البنات. لا يخفى علينا الآثار الصحية والمفيدة لأخذ قسط كاف من النوم، ولكن قد تواجهنا مشكلة الأرق والتي تجعل منا مشدودي الأعصاب ومتعكري المزاج، ويزداد قلقنا لعدم قدرتنا على النوم والبقاء مستيقظين رغم أنوفنا طوال الليل، مما ينعكس على أدائنا الصباحي أثناء الدراسة أو العمل. فما هي الطرق التي تساعدنا للتمتع بجو مريح للنوم؟ أولاً، استمعي إلى القرآن الكريم قبل النوم، فهو الحل الفعال، ويجب تعويد الأطفال عليه لما له من آثار إيجابية للنفس وصحة البدن. ثانياً، استعيني بالله وابتعدي عن التفكير في المشاكل والضغوطات قدر الإمكان، وبالعكس، التفكير في المستقبل وبتفاؤل يريح العقل ويجعل الجسم سريع النوم. ثالثاً، خذي نفسا عميقا وأنت مستلقية، وكرري ذلك عدة مرات وبشكل تدريجي، فلهذه الطريقة فعالية كبيرة في إبطاء ضربات القلب وتقليل الموجات الكهربائية للدماغ، وهذا يساهم في تهدئة الجسم والاسترخاء وبالتالي النعاس ثم النوم. رابعا، تناول الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم قبل النوم بقليل، مثل كوب من الحليب أو اللبن، حيث يفيد في استرخاء الأعصاب وتسريع النوم. خامسا، يمكنك أن تشمي بعضا من الزيوت العطرية التي تساعد على الاسترخاء، مثل رائحة الياسمين أو الخزامى واللافندر. سادسا، ابتعدي عن شرب القهوة والشاهي أو أي من المنبهات قبل النوم بست ساعات، حيث ينتهي تأثير الكافيين على الدماغ. سابعا، دربي جسمك وعقلك على أعمال روتينية يتبعها النوم، مثل غسل الأسنان أو قراءة صفحات من كتاب وبشكل يومي قبل النوم أو شرب كوب من العصير، فالعقل يتهيأ حينها أنه بعد هذه الأعمال يجب النوم. ثامنا، هيئي غرفتك قبل النوم ورتبيها من الفوضى، وتأكدي من سلامة وسارتك وفراشك، فقد يكون الأرق بسبب عدم الراحة الجسدية، ولا تنسي إطفاء الأضواء. وأخيرا، نوما هنيئا وأحلاما سعيدة. يا همسة في الروح يا بوح البنات. الجميع يعيش حياة التعاون، شوف الطيور كيف تطير كلها في شكل واحد، بل غريب أنها تتعاون حتى في استقرار طيرانها. إذا رأينا الطيور في على شكل سهم، فهذا السهم مرتب ترتيب ليس عاديا، أي واحدة منهم تغير مكانها يختل طيران البقية. وانظروا أيضا إلى المخلوقات الأخرى والتي تزحف، هذه الزرافات على سبيل المثال، وعلى تستجدها مع بعض، تستجد يعني لن تجد مجتمعا، النمل مثلا مجتمع رائع جدا ومتعاون، والله عز وجل كرم النملة وجعل لها سورة اسمها سورة النمل، والنحل صورة من صور التعاون المبهرة والتي لا يمكن أبدا إلا أن يقف الإنسان أمامها خاضعا لله عز وجل الذي أوحى إلى النحل كل هذا النظام وهذا التعاون البناء والرائع، وفيه ملكة وفيه جنود وفيه مجموعة من العاملات التي يجنين هذا الرحيق ويحولنه إلى عسل، شيء مذهل مبهر. فإن أنت أيها الإنسان إذن من هذه القيمة المهمة جدا وهي قيمة التعاون. معنا الأستاذة المدربة زينة الأسمري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أولا نريد يعني هذه الفقرة لا تكون إلا نمذجة، فنريد منك أن تحدثينا وفقك الله عن قصتك مع العمل الخيري ومع التطوع وهذه القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بقولي أن قصتي هي قصة 10 سنوات إذا أحصيناها بالأرقام،
لكني إذا أحصيتها بحجم السعادة والفرح التي كنت أقضيها أستشعرها تارة وأشعرها في كل مرة، فلا عد ولا حد ولا منتهى لها. ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب. هذا الشعور الحقيقة، خلينا أعلق عليه، هذا الشعور الذي لا يمكن أن يحصل عليه إلا الذي يعيش قيمة التطوع وقيمة التعاون، رغبة من إيمان، هم، وليس هماً مقلقاً وإنما هم مسعد. فالإنسان يسعد كثيراً بالإنجاز، والإنجاز لا يأتي إلا بعد تعب. وقضت إرادة الله عز وجل وقضى الله عز وجل في هذا الكون ألا تأتي سعادة إلا بعد تعب ومجهود. بارك الله لك. طيب، ما أهم البصمات في مجال العمل التطوعي التي حققتيها مع استكمال قصة التطوع في حياتك؟ نعم، البصمات أقول الحمد لله ما مكنني فيه ربي خير. تركت البصمة في كل ما يخدم الفتيات، مؤمنة بمبدأ التخصص، فخصص نفسي في شأن الفتيات وفي مجالين من التطوع. في مجال التطوع الفكري اللي حصرته في الاستشارات، سواء بما يخص الفتاة في كافة شؤونها أو ما يخص الفرق، أردفتها في إعداد برامج الفتيات كله في التطوع الفكري. أما التطوع الإداري أسست أكثر من فريق تطوعي. أنا الآن بفضل الله أعمل مع فريق، وهذه السنة الثانية لي. الفريق التطوعي فريقنا الليلة ولا غيره؟ غيره، لكننا نساهم من هنا وهناك. ما اسمه؟ أذكري اسمه إذا حبيتي. فريقي أمنيات بنات. في أي مكان؟ في أي بلد؟ في أبها. في أبها، بارك الله لك. أياكم. ما الذي أضاف لك العمل التطوعي لك شخصيا؟ أما الإضافة، أنا أقول أضاف للعمل التطوعي رصيد ضخم جدا من الخبرات، من الأنس، من الراحة، من الصداقات، من قضايا أنا أفخر أني وقفت وبحثت عليها وعالجتها في أوساط الفتيات، في أوقات بالنسبة لي أو لغيري من الفتيات. هذه أيضا رصيد ضخم أني ما تركتها تذهب هباء. أحسنتي. وأتطلع بعد هذا كله بإذن الله أني أتفرغ تفرغا تاما للعمل التطوعي بعد التقاعد بإذن الله. الله يبارك لك في حياتك ويحقق لك هذه الأمنية. نحن الآن يعني نتحاور مع الأستاذة زينة الأسمري من أبها وفريق لننهض بأمتنا التطوعي، بطل حلقتنا هذه الليلة في مسابقة بوح البنات الكبرى المرعية من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، أيضا هو من أبها، والمؤسسة التي يتبع لها هذا الفريق هو جمعية أو هي جمعية واعي بأبها، جمعية التأهيل والتوعية الاجتماعية بأبها التي مختصر اسمها هو واعي. فحي الله أبها وحي الله ما فيها من الرجال والنساء الذين واللاتي يقومون بهذا العمل الرائع، ونعلم أن في أبها كثير ولله الحمد من المؤسسات القيمة والرائعة، ولعل من آخرها جمعية التنمية الأسرية في أبها والتي انبثقت هناك لتقدم الاستشارات الأسرية والإصلاح الأسري والتدريب الأسري، وتقوم فيها ما شاء الله الآن مجموعة من البرامج المتميزة والرائعة، بارك الله في الجميع. سادة زينة، شكرا جزيلا لك، وعمر حافل بالإنجازات والبصمات التي تتركينها بعد عمر طويل، حياك الله. الآن نأخذ هذا الفاصل ونعود إن شاء الله، كونوا معنا. يا همسة في الروح يا بوح البنات، يا همسة في الروح يا بوح البنات. من وجوه التعاون الكثيرة والمهمة جدا هو كيف يمكن أن ننشئ فريق تطوعي. الأمر بسيط جدا يا بناتنا، لأن أعرف أن كثير من بنات الآن اللي يشاهدوننا ليسوا في فرقة تطوعية وليس عندها فريق تطوعي قريب منها، وتسأل هذا السؤال، طيب ماذا أصنع؟ اتجهي إلى مؤسسة مؤسسات المجتمع المدني التي من حولك، يعني لجنة تنمية اجتماعية، مركز تنمية أسرية، مركز تنمية اجتماعية، واطلبوا منهم أننا نريد، نحن مجموعة بنات نريد أن نقيم فرقة تطوعية وننضم إليكم، أو تسونا نادي للرائدة الأسرية مثلا ضمن مشروعكم، ونحن بنات متطوعات لا نريد إلا فقط مظلتكم ونكون تحت رعايتكم وتهتمون فينا وتدعمونا.
إذا يكون طبعاً هناك واحدة مسؤولة يكون معها مجموعة من البنات، تضعون خطة والخطة على رأسها هدف واضح، ماذا يريد هذا الفريق أن ينفذ أو يستهدف من هذا المجتمع ليخدم المجتمع من حوله، ما الخدمة التي يريد أن يقدمها. فيني بعد ذلك يشكل الفريق على شكل هيكل إداري واضح، ثم يكون هناك خطة تنفيذية لمدة سنة كاملة، عقد شراكات مع الجهات التي يمكن أن تنفذ فيها برامج هذا الفريق التطوعي، وخلال هذا العمل يكون فيه أيضا شراكات داعمة، لأن ما هناك عمل لازم يكون فيه دعم حتى يستمر، وهناك نفقات لابد أن تسد. لابد أيضا خلال هذا العمل يكون فيه تعاون رائع جدا وحب لهذا العمل من قبل الفتيات وفريق العمل كله، ويكون فيه تحفيز، وهذا التحفيز يكون ليس فقط من قبل المسؤولة، هذا رقم واحد، هي مسؤولة رقم واحد عن التحفيز، لكن أي واحدة من البنات ممكن تحفز زميلتها، تقول لها شكراً، تبدي إعجابها بالعمل الذي تقيمه أو تقدمه. لكن أذكر الجميع أن التحفيز الأكبر هو أننا نرجو بهذا العمل وجه الله عز وجل، لأن الدنيا كلها لو وضعت لنا في كأس وشربناه فإنه لا يساوي عند الله عز وجل شيئاً، والقيمة الكبرى هي ما عند ربنا سبحانه وتعالى وما يذخره الله عز وجل لنا. أما ثناء الناس الطيبين من حولنا فهو عاجل بشرى المؤمن، يفرح به المؤمن ولا يغتر به، لأن الهدف هو ما يتقبله الله سبحانه وتعالى. الآن نريد أن ننتقل لنستمع معا إلى هذه الأنشودة، أنشودة نهضة أمة من أيضا فريقنا وبطلنا هذه الليلة، لننهض بأمتنا التطوعي. نسير على خطى الأجداد ونعلن ساعة الميلاد ونبدأ خطوة الأميال نمضي في تقى ورشاد. نسير على خطى الأجداد ونعلن ساعة الميلاد ونبدأ خطوة الأميال نمضي في تقى ورشاد. وفي القرآن منهجنا ومن آياته نزداد وهدي محمد نور لنا في ساحة الأمجاد. لننهض للعلا دوما ونسعى نحو أهل الضاد لنعلي شان أمتنا ونصبح للورى رواد ونصبح للورى رواد. نسير على خطى الأجداد ونعلن ساعة الميلاد ونبدأ خطوة الأميال نمضي في تقى ورشاد. نسير على خطى الأجداد ونعلن ساعة الميلاد ونبدأ خطوة الأميال نمضي في تقى ورشاد. ونهدي فجرنا الزاهي من الأجداد للأحفاد ونرسم مجد مملكة بها الحرمان للعباد. فبالإسلام قد صارت هنا وهناك خير بلاد فبالإسلام قد صارت هنا وهناك خير بلاد هنا وهناك خير بلاد. نسير على خطى الأجداد ونعلن ساعة الميلاد ونبدأ خطوة الأميال نمضي في تقى ورشاد. نسير على خطى الأجداد ونعلن ساعة الميلاد ونبدأ خطوة الأميال نمضي في تقى ورشاد. همسة في الروح يا بروح البنات. حتى لا نتصور أننا في مجتمع ملائكي، لا بد أن نعلم أن أي عمل نقوم به يكون فيه عثرات، يكون فيه عقبات، يكون فيه أعداء، يكون فيه من يصارعنا، من يكون ضدنا أحيانا. أيضا هناك داخل النفس مشكلات وصراع داخلي، هناك ما يسمى الصراع الإداري في داخل الفرق التطوعية، وهناك أيضا صراع النفس اللي في داخل النفس والنزاعات البشرية التي قد تنازع الفتاة وهي تعمل في عمل من أجل الأعمال. هذه الفتاة في استشارتها تقول: أنا أريد استشارتك وتوجيهك في موضوعه، أنني شاركت في أحد المجموعات أو إحدى المجموعات التطوعية لهدف التطوع وعمل الخير، ولكن واجهتني مشكلة أنه رغم كوننا فريق لم يكن هناك تعاون على العمل، بل كان البعض من الفتيات تطلب مهمة
تنجزها وتنتهي وكأنه عبء لا عمل خيري، وأجد من البعض القيام بالمهمة فقط لتستلم شهادة في النهاية على هذا العمل أو ثناء أو حتى ليتم إرفاق اسمها في هذا العمل. بماذا تنصح زميلاتي من يهمنا هذا المعنى الحقيقي الذي يقوله ربنا سبحانه وتعالى في كلامه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى؟ أنا أقول أن يوجد مثل هذا يا بنتي أمر طبيعي، وإذا وجد فلا بد أن نعلم أن يمكن أن يكون عندنا 10-15 واحد تطلع واحدة فيهم في هذا الفريق، اثنتان يكون عندها مثل هذه النوازع، إحنا نقول يجب أن نكون معها. يعني من المهم جدا أن تشعر هذه الفتاة التي معنا ولديها سلوك غير مناسب أو تبدي هذه النية غير الطيبة، وهي أنها تبتغي الدنيا في عمل ينبغي أن يبتغى به وجه الله عز وجل، فنبهها على هذه القضية. هذه خسارة، أنت نعم في النهاية بتاخذين شهادة ورقة وتضعينها في ملفك، يمكن هالشهادة تنفعك في مجالات الدنيا، لكن ترى الأفضل لك ما عند الله سبحانه وتعالى. لا بأس أن يكون هناك شعور بالفرح حينما يثنى علينا، حينما هذا ذكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عاجل بشرى المؤمن، لكن ما يكون هو الهدف، لا يكون هو الهدف. والأمر الثاني، أنا أقول لابنتي هذه إذا كان هذا الأمر موجود عند غيرك أنت ما يهمك هذا، الله عز وجل يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومعنى هذه الآية كما ورد في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن الإنسان عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يجب عليه أن يقوم بهذه المهمة، ثم لا يضره من ضل إذا اهتدى هو. فعليك أن تثبتي وأن تهتمي بنفسك أيضا وأن تنصحي الأخريات ولا يضرك هذا إن شاء الله. الآن نأخذ هذا الفيديو التعريفي ببطل حلقتنا هذه الليلة وهو فريق لننهض بأمتنا من أبها. يا همسة في الروح يا بوح البنات، كما حبات لؤلؤ تجاذبت فاجتمعت والتفت برونقها لتحوي رؤى الفتيات، لتنير الدرب وتزهر بالخطى، لترنو أرواحنا نحو البياض وتحلق في سماء النقاء بعيدا عن قاع الفتن. لله سيرنا وعلى خطى نبينا سرنا، وكانت بداية خطانا رمضان غيرني، ثم يليها أنا امتلكتها، ارتوينا وروينا فزاد الألق وجنينا، تكاتفت عزيمتنا فأتممنا 25 عضوة، تعاهدنا الود والإخلاص تحت مظلة فريقنا، لنشد بالأيدي ألا ننفلت للسير على درب الجنان، وخطى سيرنا يسددها ويرعاها ربنا، ثم برعاية جمعية واعي لهم منا كل الود والاحترام، ومنا لكم دفء الحب ووافر التحايا. يا همسة في الروح يا بوح البنات. معا للمعالي يدا بيدي نشيد البناء بكل الهمم، فمبدأ التعاون من ديننا به الله في محكمات حكم، فمدوا أياديكم إخوتي نعيد بناء مجدنا في شمم. معنا الآن الأستاذة مشاعل بنت محمد الشهراني المدربة. السلام عليكم الأستاذة مشاعل. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. نريد أن تلخصي لنا حملة قيمون والتي أقمتموها هناك في أبها ضمن برنامجكم وضمن هذه المسابقة. أولا الحمد لله على أن أعطانا فرصة المشاركة في الأعمال التطوعية بشكل عام، وهذه هبة من الله سبحانه وتعالى. كان بالنسبة لمشروع قيمون هو مش مجرد حملة، بل مشروع متسلسل لأكثر من قيمة، بدأنا فيها بقيمة التعاون. قيمة هذه الحملة على مسارين مختلفة. المسار الأول كان بمشاركة مع خيمة أبها الدعوية الثامنة،
وكانت فرصة كبيرة جدا للفريق أن ينفذ برنامج في خيمة أبها. خيمة أبها ما يحتاج أني أتحدث عنها. كان الحضور لله الحمد لله منه كثير وأعماره متفاوتة، يعني كان الأمهات ممكن يغلبون أكثر حتى عن الفتيات. فكانت حوارنا معهم حوار ودي، ما فيه ورش عمل أو دورات مكتبة، لكن أقيم مرة ثانية برنامج قيمون مع جمعية آباء للأيتام في ورش عمل مختلفة مع الفرق التطوعية الموجودة في منطقة أبها. فكان فيها تعاون جميل مع جميع الفرق التطوعية اللي كانت مختلفة، منها من كان فرق اجتماعية ومنها من كان فرق نفسية. أتوقع يا أستاذ مشاعر هذا أفضل ما يقدمه لنا التعاون هو التكامل، فكل منا يقدم ما لديه وما يتقنه، فالنهاية تكون الصورة مكتملة. جميل، تفضلي أكملي. طبعاً أقيمت في جمعية آباء، طبعاً كان عندنا أكثر من فريق تطوعي من ضمنهم اجتماعي، كان طرحنا معاهم أكثر من مشكلة اجتماعية وكيف فرقة حلول هذه المشاكل لما تكون كل وحدة فردية ولما يكون إنهم مجتمعين مع بعض. فكان الفرق جدا متفاوت في انه كان حلهم مع بعض اعطى فعلا قيمه التعاون قدرها. كذلك كان في فريق مجال نفسي، كلهم اخصائيين نفسيين، طرحنا لهم مشاكل نفسيه وجعلنا كل واحده تحلها على انفراد، ثم حلوا بشكل ودي، فكان تعاونهم وفريقهم واتحاده اعطانا قيمه التعاون بشكل اوضح. احسنتي. ما هي ابرز المناشط التي قدمتها هذه الحمله؟ ممكن أن تعاوننا مع أكثر من جمعية، يعني أغلب الفرق أنها تكون لها جمعية موحدة. إحنا لله الحمد لله كانت معنا أكثر من جمعية. أول جمعية كانت معنا تابعة للتنمية الاجتماعية، ثاني جمعية كانت للأيتام، وإن شاء الله التعاون القادم مع التعليم. المستفيدون يعني بالضبط هل هم فعلا فقط الأيتام أو أيضا شملت الحملة غيرهم؟ لا، هو كان الحملة للفرق التطوعية، لكن منفعة الحملة كاملة تعود للأيتام. تعود للأيتام، جميل. هل ممكن تعطينا بعض الأرقام؟ الأعداد؟ أي الأعداد التي الذين حصل عدد. نعم، الحمد لله كانت خيمة أبها طبعا معروفة بنشاطها، كان عدد الحضور فيها ما يتجاوز 700 إلى 800 حاضرة. ما شاء الله. لكن بالنسبة للدورة، دورة استراتيجيات العمل الجماعي، كانت دورة متخصصة للفرق التطوعية فقط، كان معنا تقريبا 16 فريق تطوعي يتجاوزون من 5 إلى 6 تقريبا في كل فريق، لكن لله الحمد لله منا أن كان العدد مرضي الحمد لله. على يعني الواقع الافتراضي الإلكتروني، هل كان الحملة أيضا أصداء؟ أي الحمد لله، طبعا بدأنا فيها على تويتر وكان فيها تصويت وكان فيها هاشتاق قيمون، تفاعل فيه الحمد لله كثير إلى أن وصل تقريبا إلى 60,000. ما شاء الله، الله يوفقكم يا رب. هل تريدين أن تضيفي شيء أستاذ مشاعل؟ في النهاية حابة أقول بما أننا تكلمنا عن التعاون، فحابة أقول أنه فريقنا بأمتنا لله الحمد لله بما أنه وصل إلى هذه المرحلة، نقول لأي فريق تطوعية أو أي إنسان حابة أن تطوع معنا، المجال مفتوح، لا مجال استخارة ولا مجال تعاون في تصميم أو مجالات دعوية. الحمد لله، شكرا لقناة المجد أن أتاحت لنا هذه الفرصة. إحنا شاكرين أيضا لك يا أستاذ مشاعل، وأنت أجبتي على هذا أيضا المسؤول الذي سألني هذا اليوم، وهو يقول نتمنى أن تستمر هذه الفرق التطوعية في أداء مهماتها الاجتماعية وسد هذه الحاجة والثغرة الموجودة في مجتمعنا، وهو أن توظف تلك الأيدي المتوضئة الطاهرة من بناتنا العفيفات الكريمات لأن تفيد مجتمعها وخدمة مجتمعها. ونتمنى أن لا تتوقف هذه الفرق عند حدود مسابقة أو برنامج، وإنما تنطلق في آفاق هذا المجتمع فتخدم هنا وهناك. فأقول مرة أخرى إن إجابة الأستاذة مشاعر محمد الشهراني التي مثلت هذا لننهض بأمتنا الفريق التطوعي في أبها تمثيلا رائعا، بل بشرتنا بعدد كبير أيضا أو بعدد طيب جدا من الفرق التطوعية المتعاونة. هذه الإجابة هي تجيب على هذا السؤال، وأضيف إليه بأننا نتوقع إن شاء الله أن تتحول هذه الفرق التطوعية قريبا إلى جمعيات تعاونية أو جمعيات
هي ضمن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأنا أذكر بناتنا في كل مكان أن الفرصة مهيئة لإقامة هذه الجمعيات النسائية أو البناتية. 10 سيدات فقط أو 10 فتيات يمكن لهن أن يقدمن لإنشاء هذه الجمعية، ولا شك أن الجمعية ستكون مدعومة من الوزارة ومن غيرها كذلك، وتكون رسمية أيضا لوحدها منفردة ومستقلة، وستؤدي عمل بإذن الله دائم، وتتسع دائرتها وتفيد بناتنا، ولا تكون الفتاة فقط في ذهنها، إما أن تكون بعد التخرج جالسة في بيتها أو أنها تنصرف لعمل خاص يخصها، وإنما يمكن أن تنطلق في المجتمع لتؤدي خدمة أكبر وأوسع، وهذا سيكون لأثر بإذن الله عليها وعلى أفراد الأسرة بالذات، وعلى أيضا المجتمع الذي من حولها وعلى أمتنا بأكملها. دائما نقول إن المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر، وأن الأم هي صانعة العظماء، وأن المرأة هي التي تستطيع بإذن الله أن تؤثر في الرجل كذلك، وهي وراء كثير من النجاحات البشرية التي نراها من حولها من حولنا. شكرا جزيلا لفريق التطوع لننهض بأمتنا من أبها، شكرا لكل من شاركنا في هذه الحلقة، وشكرا لإخواننا هنا في الكنترول جميعا، وشكرا لكم أيضا أنتم وأنتن يا من تستمعون وتشاهدون كل أسبوع بوح البنات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيني تبوح بموكب من أمنيات، ورؤاي تسكب في يدي وهج الحياة. يا رب أنت وهبتني حلو الهبات، ساحوك آمالي نورا بيد وذات. يا همسة في الروح يا بوح.